معاكم من اقوى مكان في العالم بالنسبه للاعب كمال اجسام. هو لازم يبقى موجود في المكان ده، ويبقى موجود في المكان ده عشان اكبر مسرح في العالم هو مسرح اولمبيا اللي في ظهري، اللي هيهزه رامي بكره ان شاء الله في التحكيم السري، وهيهزه يوم الفاينل. احنا هنبقى قاعدين، ده مكان الارينا اللي بيحصل فيه دي في الارضيه هنا، الكراسي الفي اي بي، عشان انتوا تبقوا فاهمين اللي بيحصل قدامكم دلوقتي ده، اللي هو ان اللعيبه بتقابل الجمهور بتاعها وبتسلم عليهم وبيكيب ان تاتش، يعني ان هو بيبقى قريب من النجم بتاعه بتصور معاه. بكره ان شاء الله المكان ده هيبقى كله كراسي بالنسبه للفي اي بي، وترابيزه الحكام بتبقى قدام شويه طبعا عشان تبقى شايفه المسرح. وكمان الناس الجمهور العاديين مش الفي اي بي بيبقوا قاعدين مليين كل المدرجات اللي فوق دي وهناك. بوصف لكم بالحدث وبعايز احسسكم ان انتوا جواه. تعالوا كده قربوا شوفوا المسرح عامل ازاي، تفاصيله عامله ازاي. رامي هيهز ارض المسرح بكره باذن واحد احد، وبنتمنى له كل الخير، وبنتمنى طبعا للبطل العربي احمد الاشكناني كمان ان هو يعمل مركز كويس في ال212، وبنتمنى للدره كمان ان هو يعمل مركز كويس في ال212. ان شاء الله موفقين. وحبيت اقول لكم ان احنا جوه اولمبيا على مسرح اولمبيا، مش قادر اقول لكم الاحساس بيبقى عامل ازاي وانت واقف في وسط الارينا دي بالذات، لان دي مصدر من مصادر القوه للعيب كمال الاجسام. اولمبيا